انتقل إلى ضيفي السيد مخلد الحازم الخبير الاستراتيجي. أهلا بك يا سيد مخلد في حصاد التغيير الإخباري والذكرى الأولى بعد 100 لتأسيس الجيش العراقي، 101 عام 101. كيف ترى الجيش العراقي اليوم خاصة على ما مرت عليه من عقود من حروب معارك، حل الجيش، إعادة تنظيمه، تأسيسه مرة أخرى وإلى آخره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهديكم الكرام. الله محييك. ونبارك للجيش العراقي الباسل ذكرى تأسيسه. عندما نتكلم عن الجيش العراقي وكوني أحد أبناء هذه المؤسسة العسكرية، نتكلم بمرارة وحزن. هذا الجيش المعطاء، الجيش الأغر، الذي لم يتوانى يوما في الدفاع عن الوطن وعن الأوطان، ولا تزال مقابر جنودنا وضباطنا تنور أرض فلسطين وأرض سوريا وأرض الأردن وأرض مصر. هذا الجيش الذي أصبح رقما قويا في الشرق الأوسط من حيث العدة والعتاد والسلاح. هذا الجيش الذي كان يحمل، إضافة إلى عقيدته العسكرية، كان يحمل غيرة العراقي في الدفاع عن هذا الوطن وعن الأمة العربية. أريد لهذا الجيش أن ينكسر، أريد له أن يتحطم. فحطم عام 1991 عندما أصبح محرقة بواسطة الطائرات الأمريكية أبان الحرب العراقية الكويتية، وكسر مرة أخرى في عام 2003 عندما حل هذا الجيش وحلت معه العقيدة العسكرية والغيرة العسكرية. هذا الجيش عندما حل وترك جانبا وحاولوا بناء جيشا جديدا، لكن هذا البناء الجديد لم يكن وفق الأطر العسكرية ولم يكن وفق المبادئ العسكرية. نعم، أجد تحية بك ثانية سيد مخلد. نجاح العمليات النوعية العسكرية الأخيرة كلها إثباتات على أن الجيش العراقي باسل فعلا، وأن الجيش اليوم قادر على مسك الأراضي التي يتواجد فيها داعش التي تسمى بمناطق الفراغ الأمني. إذن اليوم نود أن نحصل منك على تقديرات مناسبة حول الجيش ودمجه بالحشد الشعبي، وأيضا دراسة إمكانية توطيد علاقات بالبيشمركة التي قام بدراستها رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي مؤخرا. تفضل سيدتي العزيزة. السنة الأخيرة، سنة حكومة الكاظمي، رأينا أن الجيش قد حرر من الأطواق الإدارات الحاكمة التي كانت تطوقه سابقا، والتي كانت هذا الجيش يؤتمر بأوامر قيادات وأوامر أحزاب. هذه الفترة، السنة والنصف، حرر هذا الجيش، استطاع أن يبني نفسه، استطاع أن يقوم عقيدته العسكرية، استطاع أن يثبت مرة أخرى أن لدينا جيشا حقيقيا في محاربة الإرهاب ومحاربة العناصر الإرهابية الداعشية. لكن لا يزال هذا الجيش يحتاج إلى كثير من الخبرات، ويحتاج إلى كثير من التجهيز، ويحتاج إلى خصوصا القوة الجوية العراقية. يا سيدتي، الأمم تتباهى والأوطان تتباهى بجيوشها. الجيوش الحديثة تعمل على بناء الفرد العسكري قبل تجهيزه بالسلاح. لذلك اليوم نسعى من الحكومة القادمة أن تهتم اهتماما كبيرا وواسعا بهذه المؤسسة التي هي تعتبر الضامنة الحقيقية للحكومة، لأن كلما ضعف الجيش ضعفت. سيد مخلد، تقول الجيش بحاجة إلى خبرات، يعني ألا تكفي الخبرات التي استحصل عليها من خلال مقاتلته لداعش وتحريره لثلث العراق؟ خاض معارك مدن ليست من المعارك السهلة، معارك المدن، حرب الشوارع هي ليست للجيوش النظامية، لكنه خاض حرب شوارع ضد تنظيم داعش في الموصل، في الأنبار وغيرها من المدن، وخرج منتصرا. إذن استطاع أن يحصل على خبرات كبيرة، واستطاع أن يطور تكنيكه القتالي سواء في المدن، حرب المدن، أو حتى في المعارك المفتوحة.
سيدي العزيز دائما الحروب والانتصارات في الحروب للجيوش لا تقتصر على فقط الحرب الأرضية أو الحرب البرية، هنالك دائما يكون اسنادا جويا حقيقيا وقويا لتساعد هذه القطاعات البرية من التقدم ودحر العدو أمامها. نحن اليوم نعم لدينا قوات برية، لدينا جهاز مكافحة الإرهاب، لدينا خبرة عسكرية أرضية برية، لكن هذا لا يكتمل، نحتاج إلى قوة جوية حقيقية، نحتاج إلى دفاع جوي حقيقي، نحتاج إلى أجهزة تقنية في الرصد والاستمكان، نحتاج إلى طائرات أكثر تطورا، طائرات تستطيع أن تتعامل مع الأهداف الموجودة على الأرض. نحن لا نزال بعيدين عن نظرية الحرب الملائمة فيما يخص العراق والدول الأخرى. نحن اليوم نفتقر إلى كثير فيما يخص القوة الجوية العراقية، لدينا طائرات F-16 لكن نحتاج إلى طائرات أخرى، لأن هذه الطائرات لديها عمل خاص ولديها شركات خاصة في الدعم اللوجستي. فإذا ما ولكن يا سيد مخلد، حضرتك تعرف بأن هنالك تفكير بشراء منظومة S-400 الروسية، إذن بعد حديثنا عن مدى كفاءة الإمكانيات للجيش العراقي، دعنا نتحدث عما بعد الانسحاب الأمريكي، كيف من الممكن أن توزع المهام القتالية بين القوات الأمنية في الجيش العراقي؟ سيدتي نحن تكلمنا سابقا، نحن لا نزال نحتاج إلى دعم قوات التحالف فيما يخص عمليات الاستطلاع. نحن أمام حرب لا تزال موجودة، حرب داعش، هذه الحرب هي حرب عصابات، نحتاج إلى عمليات استطلاع ونحتاج إلى أهداف نقطوية نستطيع أن نتعامل معها. نحن في القوة الجوية لا نمتلك كل هذه الإمكانات، نحن لا نمتلك كل هذه الأجهزة في عملية الاستخبارات والحصول على المعلومات الأمنية الحديثة. نحن لدينا قوات جاهزة برية حقيقية، لكن نحتاج إلى دعم جوي وإسناد جوي وطائرات رصد واستمكان، ونحتاج إلى الأمور التقنية في عملية الحصول على المعلومات في بالنسبة للأجهزة الأمنية. نحن لا نزال نواجه حرب، لا نزال نواجه تعرضات، لا نزال نواجه كثير من الأمور، لذلك لا نزال نحتاج إلى الخبرة والمشورة من القوات الأمريكية، ليس بمجرد استشارة وإنما دعم حقيقي فيما يخص القوة الجوية العراقية والدفاع الجوي العراقي. نعم، نود أن نشكرك على انضمامك معنا سيد مخلد الحازم الخبير الاستراتيجي، شكرا لجنابكم الكريم.